فديوم يقولون هذا ابن ابو موسى الاشعري شاف واحد يمشي يتخلج بمشيته، يعني مشية غير طبيعية، قال له يا هذا لو تركت هذه المشية لو شوي غير مشيتك علي من هالتخلج ها؟ قال له أنت ما تعرفني؟ قال له لا ما أعرفه. قال له أنا ابن أحد الحكمين. قال له إيه، كان واحد منهم فاسق والآخر مائق، اختر أيهما تريد ها؟ تشبيه واحد هبش ها؟ وواحد فاسق، مو موضوع فخر عليه من أنت قالب الدنيا ها؟ فالغرض أن الإنسان ماكو عنده شيء يشوى أن يتكبر الإنسان أبدا وأبيك، هو هذا هو الإنسان لو غيره، هو هذا لو غيره، هو هذه اللحظة هذا وحياتك قاعد قدامك، هذا اللي تشوفه بهندامة بهيكلة بلحظة خلية تتغير عنده في داخل جسمه، تشوفه إن مثل الطفل أبدا، راح تغير كله، خربطة وقارة من أول إلى آخر. فما يشوى، جميل بالإنسان التواضع.